هاي عميل. بونجور دوموزيل منتهى. بسينتي عليكي. شو عميل؟ بسينتي عليكي. عراس السنة بيقولوا بسينتي عليكي. بسترينتي عليكي عميد، مش بسينتي. اوكي الله حافظيك. دوموزيل منتهى، بدي اعزمك تسهري معي الليلة عراس السنة. شو بسوق يا عميد، مرسي كتير. وين سهران؟ بالكازينو، بنلعب بالكازينو. ايه بس عميد انا ما بحب روح العب بالكازينو. دوموزيل منتهى، انا بعرف انه يمكن مظروفك المادية مش منيحة، لهالسبب جبت معي فيش لألي ولألك، وما رح خليك تدفعي ولا قرش حق فيش. عن جد عميد؟ إذا هيك أوكي بروح بسهر معك، ما رح زعلك، يعني إذا أنت دفعت حق الفيش. ياس الله حافظيك. وهول فيش لألك. شو هودي عميد؟ هول فيش دكر وفيش أنتي، وبالآخر إذا خسرنا تمن فل النافضين شي حبريحة، جبت فيش حرامي بيسرق لنا شوي. عميد هيدا فيش كهرباء وهيدا فيش كهرباء، فيش الكازينو بيكون غير شي، غير شي كليا. بالشرف هلا هيدا الفيش ما بيمشي بالكازينو. لا عميد، يعني الليلة ما فيش كازينو. لا ما فيش كازينو. يا الله، المجوس مجوس، ولو حطوا بتيز ودبوس ما لها خالص. بخاطرك على خمسك. عمالك كيفية؟